المباشر الخاص هنا ايضا باللقاية البكار المهجنات الاصايل من هجنة اصحاب السمو والشيوخ وسد الستار على سن اللقاية في هذا المهرجان الكبير وفي هذا الموسم ان شاء الله، وسوف نلتقي معهن بمشيئة الله في الموسم القادم مع سن الإذاعة ان شاء الله. هنا تابعنا مسيرة هذا المساء، تابعنا مسيرة الرموز ايضا، هو انتزاع الرموز، هو التصدر لهجنة العاصفة وهجنة الرئاسة ايضا في هذا المساء. نتابع هذه المسيرة، نتابع هنا شوط الختام الخاص بأيضا الابكار المهجنات ومدركة لهجنة الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان المري على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا الذيبة من هجن الرئاسة مع علي بن مي اللوهيبي في التضمير، هنا أمزاح من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن بخيت بن مقارح المري من تأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الظبي من هجن الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري، ومن الجانب الآخر هنوك تأتينا بهذه الانطلاقة الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمة المنصوري، وهنا تصل في هذه اللحظات شهود من هجن العاصفة. هنا شعار كحال صاحبة الشوط الأول الرئيسي هو الحدث الجميل، حدث في مثل هذا اليوم هنا أيضا في تاريخ اللقاية وسباقات الهجن، سبع دقائق وثانية واحدة تسجل كحال هنا، حدث في مثل هذا اليوم وإنتاج المختبر وسلالة ماجدة. هنا العاصفة وهجنها هنا بشهودة وبمتابعة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك من الجانب الآخر هناك أيضا وهاجة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وصلت سهرة، وصلت سهرة لسمو شيخ عبد الله بن أحمد المعلى بقيادة عبد العزيز بن موسى. هنا أيضا في التضمير أمزاح القادمة هنا أيضا بهذا الأداء لهجن الرئاسة مع راهب بن بخيت المجارة المري والظبي من هجن الرئاسة وعيسى بن سعيد الخيالي في التضمير في هذا الانطلاق، وعاشر المراكز مريفة من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي هو الإثارة، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مدركة على صدارة، مدركة على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجن الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان المري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني، وهنا الظبي المنطلقة على ثاني المراكز بهذا الأداء الجميل هنا من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن مي اللوهيبي. هنا الوصول في هذه اللحظات الشاهينية من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير، والظبي من هجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران المري في التضمير، ولكن الله هناك وهاجة، 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 وهاجة من الجانب الآخر، وهاجة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق المميز الجميل. يا سلام، الله، التحديات جميلة جميلة. هنا ذيبة من هجن الرئاسة علي بن مي اللوهيبي في التضمير من تأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس هنا مريم تأتينا الظبي من هجر الشحانية وسالم بن جابر وفران المري، وصلت شودة، 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 هنا أيضا من هجر العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، هنا الأعلام، رفت الأعلام، يا سلام، وبدت الحركة، ولكن هنا مدركة على الصدارة، مدركة على المقدمة، وشو
عودة قادمة مدركة وشهودة. وهنا تأتينا في هذه اللحظات الظبي يا سلام، الظبي أيضا قادمة ولكن هنا مدركة وشهودة، مدركة وشهودة، شهودة ومدركة والظبي يا سلام. تحديات جميلة يا سلام، التحدي جميل ولكن الله شهودة 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 شهودة. هنا الله الله العاصفة دي وهجنها يبدأ السباق وينتهي. هي شهودة، سلام 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 للعاصفة، سلام 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 بهذا الأداء المميز الجميل. تهانينا للعاصفة وهجنها ومالكها سيدي ثم شيخ حمدان بن محمد بن رهب سعد المكتوم. تهانينا الواثق حمد بن رهب بن حمد بن غدير مدركة في المركز الثاني من هجن الشحانية، المركز الثالث الظبي، من هجن الرأس المركز الرابع الشاهرية، من هجن الرئاسة، وفي المركز الخامس من وصلت هناك الظبي من هجن الشحانية مع بن فاران. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل. هنا واستطاعت مشاهدينا ومتابعينا الكرام شهودة هنا أن تعزف الأنشودة في ختام هذه الأمسية الجميلة مع العاصفة وهجنها. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل، على هذا الأداء تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بين غدير والتوقيت الزمني الذي سجل في هذا الشوط. هنا أيضا 7 دقائق 16 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لشهودة. تهانينا وناموس للعاصفة وهجنها ومالكها سيدي وشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم. تهان واثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير. المركز الثاني كان من نصيب مدركة أيضا هجن الشحانية محمد بن علي بن حلفان المري والتوقيت الزمني 7 دقائق 18 ثانية جزء 1 من الثانية. أما الظبي من أتت على المركز الثالث من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيري قاطع المسافة في 7 دقائق 18 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.